أصبحت مدينة جومي الكورية الجنوبية أول مدينة تزود حافلاتها بطاقة عن طريق طرق مكهربة. انطلقت التكنولوجيا الجديدة من خلال حافلتين أطلق عليهما اسم حافلات أوليف، تشحن من خلال شريط للطاقة ملحق بالطريق، وتنبعث طاقة مغناطيسية تحولها الحافلات خلال السير إلى طاقة كهربائية. ولا تمثل الطرق الكهرومغناطيسية أي خطر على البشر، كما لا تحتاج الحافلات إلى التوقف للتزود بالوقود. أعلن المسؤولون عن تطبيق واتس أب الشهير بدء خدمة الرسائل الصوتية غير المحددة بالوقت، وسيكون التطبيق متاحاً في كافة الهواتف الذكية بأقل من دولار سنوياً. وتنضم الخدمة الجديدة إلى خدمات مشابهة توفرها تطبيقات أخرى مثل خدمة المحادثات في فيسبوك والويتشات وفوكسر وبي بي إم. اشترى مؤسس موقع التسوق الشهير أمازون جيف بيزوس صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وأقدم بيزوس على الصفقة التي كلفته 250 مليون دولار باسمه وليس بالنيابة عن أمازون. لكن اتفاق الاستحواذ أشار إلى حاجة الصحيفة إلى البدء في ابتكارات رقمية لمواجهة تداعي مبيعاتها المطبوعة. عندما تنفق ما يزيد على 5000 دولار على مرحاض فاخر، فسيكون آخر ما تتوقعه هو أن يتعرض للقرصنة، وقد حدث ذلك في مراحيض ساتس الفاخرة في اليابان التي يتم التحكم فيها عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية. ويمكن التطبيق مستخدميه من دفع الماء في المرحاض وفتح وإغلاق قاعدته وتشغيل المجفف، لكن من حسن الحظ أن هذا النوع من القرصنة يتطلب الوجود على مسافة قريبة جدا من المراحيض.